الأستاذ علاء الدين والد عمر. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا حبيبي، ربنا يكرمك. ازيك يا كابتن محمد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يخليك حبيبي. تحياتي تحياتي الكابتن ياسر رجب. الله يخليك الكابتن الخلوق كابتن ياسر رجب. اهلا بيك. طبعا ده يعني مش عايز اقول لك من اعظم المدربين في القطاع بصراحه، يعني ربنا يحفظك، يعني ربنا يبارك له كابتن ياسر بصراحه، يعني اللي عمله مع الاولاد كلها. يعني استاذ علاء، مسؤوليه كبيره ان حضرتك تكون والد لاعب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ازاي بتقدر يعني تمارس هذه المسؤوليه؟ يعني مسؤوليه صعبه مش سهله. طبعا صعبه جدا، يعني انت برضو انا بالنسبه لي كان مهم جدا ان هو يبني ما بين دراسته وما بين ان يلعب كوره، لان انا شايف فيه من زمان طبعا ان هو لاعب متفوق، لاعب مميز، لكن انا بالنسبه لي لازم ابقى ماشي في الخطين، خط الدراسه اولا، بالنسبه لي يبقى الكوره برضه ثانيا، وان شاء الله يكون متفوق. طبعا احنا مش شغال لوحدي، طبعا احنا كتيبه، والدته طبعا. كنتوا بتاخدوا الماتشات يا فندم؟ كنت بتروح تتفرج على ماتشات وتاخده معاك؟ طبعا باخد ماتشات، وحتى لما كنت بلعب كوره كنت باخده معايا. وحاجه يتفرج، كنت بخليه يروح ويشوف انديه ويشوف ماتشات، حتى اشوف له انزل له حد على اليوتيوب ويتفرج ويوريه لعيبه برضه بره ولعيبه جوه، دي فرق كتير طبعا. طب بتكافئه ازاي بقى لما بيجي جوان؟ انا عامه بحب زي ما اقولها له، المكافاه مش مكافاه ماديه او معنويه، بس بحب انا بالنسبه لي المكافاه دي انه لازم يلعب كويس بالنسبه لي في اي مكان. عايز بقى يخرج هيخرج بعد كده، عايز يجيب اللي عايزه، عايز يجيب له مثلا الهدايا اللي هو بيطلبها، كله بيجيب. لكن انا دايما ما بحبش اني ابقى رابط حاجه بحاجه، دي ما بحبهاش ابدا. طيب مين اللعيب يا فندم اللي نفسك عمر يبقى ماشي في نفس الطريق بتاعه؟ انا نفسي اثنين بصراحه، لان انا بعشق ابو تريكه، وهو زي باقي زي بركات، يعني هو ان شاء الله هيكون امتداد لبركات ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله يكسر الدنيا كلها. استاذ علاء الدين والد عمر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عمر، عايز اسالك سؤال، ايه رايك في محمد صلاح؟ لعب اخ، يعني قبل الكرويان عنده اخلاق عاليه. لا خلاص بابا مشي بقى، نعلي صوتك. عنده اخلاق عاليه طبعا، ولعب يعني بيطور من نفسه. طب انت ليه ابتديت بالاخلاق؟ يعني انت عكست اي اجابه، كل الناس تقول لك لعيب جامد، انت اشمعنى ابتديت بالاخلاق؟ اهم حاجه الاخلاق طبعا. ليه بقى اهم حاجه الاخلاق؟ ان لو ما عندكش اخلاق ربنا مش هيوفقك. لو ما عندكش اخلاق ربنا مش هيوفقك، دي كلمه مهمه جدا، دي هتتسجل لك دي. طيب حسيت بايه لما محمد صلاح خد احسن لاعب في افريقيا؟ كنت متوقع؟ طبعا كنت متوقع ان هو يعني يشتغل على نفسه طول السنه، طبعا نفسي اكون زيها طبعا. طب يعني لما دخل الجون بتاع اوغندا انت عملت ايه؟ فرحت طبعا. فرحت بس؟ قوم انا كده كده هسال مين فاميلو هيقول لي انت عملت ايه، فقول لي. انت كسرت في كل حاجه. قمت تتفرج في البيت ولا تتفرجوا مع بعض؟ في البيت. تتفرجوش مع بعض على ماتشات؟ نعم. متتجمعوش تتفرجوا؟ المسافة بعيدة بيني وبينه. ما بيحصلش ان انتوا بيبقى في ماتش مثلا وانتوا موجودين كلكم في النادي وتتفرجوا عليه؟ اه احيانا. بتروحوا تتفرجوا مثلا على فرق تانية في القطاع لو هي قبليكوا او بعديكوا؟ مثلا فين وثلاثة مثلا. فين وثلاثة؟ بتقعدوا بقى تبصوا بقى بيلعبوا ازاي، ونفسكم ان انتوا تلعبوا معاهم، تصعدوا معاهم؟ طبعا طبعا. تقدم الخطوة، تقدم كده خطوة زيادة. تقدم خطوة.